نحقق اليوم في سلعة رائجة تتفاوت في الشكل والحجم. صحيح. النودلز. النودلز تتقدم. الخيارات كثيرة حين يتعلق الأمر بالنودلز، فقد تأتي ممتلئة أو نحيلة، طازجة أو مجففة، بالأرز أو بالبيض أو بالحنطة. أصبح هذا الطبق السريع وذو الكلفة المقبولة دائما الحضور على المائدة، لكن هل تأتي ميزتا سرعة التحضير والكلفة الزهيدة على حساب صحتنا؟ وماذا عن كل تلك الإضافات الأخرى؟ وكيف نعلم أيها صحي أكثر؟ فلنحقق في الأمر. في عام 2005 اكتشف في الصين قدر من النودلز يعود إلى ما يزيد عن 4000 سنة، حيث تم العثور على قطع نودلز صفراء نحيلة في حالة جيدة. وقد أكد العلماء أن قطع النودلز سلك مصنوعة من نوعين من الدخن، وهي نوع من الحبوب ينمو في الصين. يمكن صناعة النودلز باستخدام العديد من المواد، من الدقيق إلى البيض والأرز. ودعونا لا ننسى الخيارات الرخيصة واللذيذة، النودلز سريعة التحضير التي تأتي بنكهات عديدة. لكن هل يمكن لهذه المادة المحملة بالكربوهيدرات أن تسمننا؟ هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن النودلز قد تجعلنا نزداد بدانة، ويعود ذلك إلى مفهوم جديد يدعى مؤشر سكر الدم، وهو مؤشر يقيس سرعة ارتفاع معدل سكر الدم بعد تناول طعام غني بالكربوهيدرات. هناك أنواع من النودلز يؤدي تناولها إلى ارتفاع سكر الدم بسرعة، وتدعى النودلز الغنية بالسكريات، وهي تتضمن العديد من أصناف النودلز بما فيها الأنواع سريعة التحضير. أما النودلز ذات مؤشر سكر الدم المنخفض فتتضمن نودلز كانتون والنودلز الزجاجي. منحت فرصة الاطلاع على كيفية صناعة أحد أطعمتنا المفضلة، وجئت إلى الحافل بما يناسبه من الملابس بالطبع. ألتقي اليوم بجيمي من شركة ليونغ وان للغذائيات، والذي سيريني مصنع النودلز الرائع الذي يديره. هذا هو الخلاط، إنه يمزج الدقيق، وحال خروج الدقيق منه يمر بعدة طبقات من المداحل حتى يكتسب شكل النودلز. يبدو أنكم تحتاجون إلى العديد منها لإبقاء العجينة ملساء، تجعل العجينة تزداد رقة. يتم تقطيعها هناك؟ نعم، هنالك سكين تقطيع تمنح النودلز شكلها، ثم تمر بالمبخرة. تليها مرحلة التبريد السريع هنا، ثم يتم الغسيل. يبدو الأمر وكأنكم تصنعون الباستا، أنتم لا تريدون الإفراط في طهوها. بالضبط، ثم يتم تبريدها بنفخ الهواء هناك؟ أجل، لتجفيفها؟ لتجفيفها وتبريدها في آن معا. وهذا هو المكان الذي ترتاح النودلز فيه بعد كل تلك الضغوطات التي تعرضت لها، ندعها ترتاح. هل قلت بعد تعرضها للضغط؟ نعم. للنودلز أحاسيس إذن. وماذا يحدث هنا جيمي؟ يضاف زيت النخيل إلى عجينة النودلز قبل وصولها إلى مرحلة التغليف النهائي، بحيث لا تكون لزجة، ثم تشحن إلى الزبائن. نودلز صفراء، ما الذي يجعلها تتخذ هذا اللون؟ نضيف هنا مادة ملونة اسمها التقني التارترازين، لكن تلوين النودلز آخذ في التقلص منذ عام 2006. يعتبر التارترازين الذي يعرف بالأصفر رقم 5 جزءاً من مجموعة أصبغة غذائية أثير حولها جدل كبير بسبب تغييرها سلوك الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ثم تم ربطها بمرض الربو والصداع النصفي وسرطان الغدة الدرقية والقلق والاكتئاب واضطراب البصر. فهل هناك إذن من بدائل؟ لدينا خيارات أخرى أكثر صحية. إننا نعمل مع مجلس الصحة لاستخدام الدقيق الكامل في النودلز والأرز الأسمر في الكويتياو. وإلى أين وصلتم في هذا؟ نحاول دفعه في السوق لأنه ما يزال على الناس أن يعتادوا على النكهة. إنها خشنة وقوامها مختلف، لكننا عرضنا هذا المنتج على 60 مدرسة وقد وافق 75% منها. سيوافق الناس على هذا المنتج حالما يعتادون على نكهته ويدركون أنه الأفضل. هذا
نوع من النودلز طازج دائماً، فعمره لا يزيد عن 3 أيام، فلا حاجة بكم إلى القلق حول وجود المواد الحافظة والإضافات. ومع ذلك تضاف كربونات الصوديوم لمنح النودلز تلك النكهة القلوية التي نعرفها، بالإضافة إلى المزيد من المرونة في القوام. ليس هناك ما يدعو إلى الكثير من القلق حول استخدام كربونات الصوديوم في النودلز الصفراء، فالكمية المستخدمة صغيرة للغاية وليست لها أي عواقب، بل إنها تمنح النودلز ذلك القوام المنفوش اللطيف وذلك الإحساس الممتع في الفم. قد تكون النودلز إحدى أكثر الوجبات سريعة التحضير رواجاً في العالم، وهي تأتي بنكهات مختلفة يستغرق إعدادها دقيقتين. والأمر الأكثر أهمية هو أن قدراً من هذه النودلز سريعة التحضير يكلف 50 سنتاً، ولذلك فإن مزايا هذه الوجبة تفوق أحياناً قلقنا من محتوياتها. يتراوح محتوى النودلز سريعة التحضير من الحريرات بين 400 حريرة و 700 حريرة للرزمة الواحدة، وهو معدل مرتفع. ويمكن لمحتوى النودلز سريعة التحضير من الصوديوم أن يبلغ 3000 ميليغرام في الرزمة الواحدة، وهي نسبة كبيرة للغاية إذا علمنا أن حاجتنا اليومية لا تزيد عن 2000 ميليغرام. ابتكرت النودلز سريعة التحضير عام 1970 على يد مؤسس شركة نيسن مومو فوكاندو. هل تعلمون كم تبلغ سرعة صناعة النودلز سريعة التحضير؟ سنبدأ ببعض النودلز الصفراء التي تصنع نودلز سريعة التحضير منها، والكمية الموجودة هنا تتضمن أقل من جرام واحد من الدسم، وسوف أضعها في قدر من ماء يغلي. حسناً، نقوم بقلي النودلز بالزيت الحار بعد طهوها بالماء الحار، وهو أمر كفيل بتجفيفها وجعلها جاهزة للتغليف. هكذا نحصل على نودلز سريعة التحضير، ويصبح محتواها من الدسم 10 جرامات بدلاً من جرام واحد. هذا أمر مخيف، أعني أن الأمر أصبح مختلفاً بعد أن أريتني كيف يعمل الأمر من الناحية الفيزيائية. وهذا لب الموضوع سيداتي وسادتي. لكن ماذا عن المكونات الأخرى كالجلوتامات أحادية الصوديوم؟ الجلوتامات أحادية الصوديوم وبعض الأسماء الأخرى الخفية كالفستين والأجينوموتو، فإن شاهدت هذه الأسماء على أغلفة المواد الغذائية فعليك أخذ الحيطة، لأنها من مرادفات الجلوتامات أحادية الصوديوم. ليس للجلوتامات من أثر كبير على الصحة عند استهلاكها بكميات معتدلة، لكن تناولها بشكل يومي وبانتظام قد يصيبنا على المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم. وهناك أشخاص يعانون من الحساسية تجاهها، وقد يصيبهم تناولها بتسرع في نبضات القلب وفي بعض الأحيان بالغثيان. وبعض الأشخاص يعتقدون أن الجلوتامات أحادية الصوديوم تتسبب بفقدان الشعر. هل تتسبب الجلوتامات أحادية الصوديوم بخسارة الشعر؟ الجواب هو لا، ففقدان الشعر لدى هؤلاء مرده التقدم في السن. لن أعيش على أمجادي في انتظار أن تأتي الإجابات إلي، لا بالتأكيد، بل سأتحرى الأمر. لدي في هذه القضية 3 ضحايا متطوعين سيخضعون لاختبار في النودل سريعة التحضير، وسيستبدل هؤلاء السادة على مدى الأيام 10 التالية 2 من وجباتهم الرئيسية اليومية برزمة من النودل سريعة التحضير. سنضع صحتكم تحت الاختبار، هل أنتم مستعدون؟ أجل. إليكم ذخيرتكم، قوموا بتوزيعها. أراكم قريباً يا رفاق لنرى ما هي النتيجة. سنراقب في الأيام 10 اللاحقة مفعول حمية النودلز سريعة التحضير على وزننا وضغط دمنا وصحتنا. قد يكون تنوع النودلز سريعة التحضير كبيراً أحياناً، وأنا هنا الآن في المتجر كي أختار الأفضل.
يمكنك عند اختيار النودلز سريعة التحضير البحث عن تلك المجففة هوائياً أو المجففة بالتجميد. وهناك في الوقت الراهن نودلز مصنوعة من حبة القمح الكاملة ومحتواها من الدسم منخفض. وإن كنت تسعى إلى مستويات منخفضة من الصوديوم فعليك بالبحث عن تلك التي تتضمن أقل من 1000 ميلي جرام للحصة الواحدة. هنالك بعض أنواع النودلز سريعة التحضير التي يقال إنها تحتوي على كمية كبيرة من مادة حافظة تدعى حمض البنزويك، وهذه المادة موجودة في مواد التجميل لأنها تتمتع بخصائص مقاومة للفطريات، لكن وجود حمض البنزويك بكمية كبيرة قد يكون مؤذياً. مختبرات دائرة التغذية الزراعية والصحة الحيوانية النودلز سريعة التحضير لاختبارات للتحقق من كمية حمض البنزويك فيها. يقومون أولاً بخلط عينة من النودلز، ثم تضاف مادة حالة لتستخلص حمض البنزويك من النودلز إن وجد. بعد ذلك يخضعون العينة لعملية رج وطرد مركزي وترشيح، ثم يحللون النودلز. Below we have the chromatogram of the pure benzoic standard solution. Benzoic acid is present as a peak. And on the top, we have the noodle sample, and we see no peaks in the chromatogram. From this comparison, we can confirm that the noodle does not contain benzoic acid. لائحة النودلز الأسيوية لدينا لا تنتهي. النودلز الممتلئ والرفيع والأبيض والأصفر اطلبوا تجدون. الأرز هو مصدر الكربوهيدرات الرئيسي لدينا، فأن أقرب مواطنيه عند الحديث عن النودلز هو نودلز الأرز. الأرز الفرمتسلي والكويتياو هما المسؤولان عن الطعم الشهي للأطباق المحلية التي يدخل النودلز في تركيبتها، والأفضل في هذه الحالة أن تكون طازجة. أنا مهتمة للغاية بمشاهدة كيف يصنع الكويتياو. هذه بداية إنتاج الكويتياو. نقوم بشراء الأرز ونغمره في الخزان ساعتين، ثم نقوم بجرشه. أليست العملية هنا أكثر طولاً منها في حالة النودلز الصفراء؟ هذا لأنه علينا جرش الأرز وصنع المزيج بمزيد من القوة، وبقيامنا بذلك يصبح تحكمنا بنوعية المنتج الذي نريده أفضل. هذا هو الخليط الذي صنعناه، وقد تم مده فوق هذه المادة الشبيهة بالقماش ويمرر عبر المبخرة. وتقومون بذلك لضمان أن يكون الناتج رقيقاً. بالضبط، وهذا هو المنتج النهائي بعد تبخيره. رائحته لذيذة كالأرز الحار، وهو كذلك بالضبط أرز على شكل نودلز وهو فواح للغاية. ما أثر عملية التبريد هذه؟ إنها أسهل بكثير وتستغرق زمناً أقل لأن الصفيحة رقيقة، وهذا ما يجعل زمن تبريدها أقصر، ثم تقطع هنا. هذه هي الشفرات التي تجعل النودلز متنوعة من حيث الشكل؟ نشاهد الآن النودلز الذي هو بالحجم المتوسط، أما الأصغر حجماً فهو لطبق إيبوهوفر. إذن يتم تمرير هذه الرقائق عبر المداحل وتخرج من هنا؟ تماماً. وكيف تمنعها من الالتصاق؟ هنالك صينية زيت وفيها نكهة سمسم خفيفة، حيث يتم تقطيع النودلز بأطوال معينة. قلت أن صنع النودلز الأصفر يستغرق 30 دقيقة من بداية العملية وحتى نهايتها في مرحلة التغليف، فكم يستغرق صنع هذه؟ في مرحلة نقع الأرز قد يستغرق حوالي 5 ساعات. ماذا تستخدم لحفظ هذه النودلز؟ لا نستخدم شيئاً، العملية برمتها طبيعية، ولذلك فإن فترة صلاحيتها أقصر. أي يومان بدلاً من 3، عليك تناولها في الحال. نعم، بالضبط. هذا كل شيء جيمي، تغلفونها وتصبح جاهزة للترحيل. إنها ثقيلة. 3 كيلوغرامات. 3 كيلوغرامات؟ من أجل عائلة تتضور جوعاً؟ هذه مخصصة لمطاعم الهواء الطلق ولقاعات الطعام الكبيرة. وما هي طريقتك المفضلة في إعداد الكويتاو أو تناوله؟ مع حساء خفيف فحسب لأتذوق النكهة الأصلية. حين تخرج لتناول الطعام وتطلب النودلز المقلية أو نودلز القريدس المقلي، فإن محتوى الدسم يتضاعف 4 مرات عما هو عليه في النودلز بحساء شرائح السمك، لذلك عليك اللجوء إلى أطباق النودلز التي يدخل الحساء في تركيبتها.
أتساءل عن حال أصدقائنا الثلاثة بعد 5 أيام من استبدال 2 من وجباتهم اليومية بالنودل سريعة التحضير، أي بمعدل 10 رزم لكل منهم. اليوم الخامس، أشعر بالضعف، أعني أنني لم أتناول الخضار أو أي شيء آخر، بل مجرد نودلز سريعة التحضير مع القليل من الخضار الجافة التي تجدها معها. لا أدري، أشعر أن شيئا ما ينقص جسمي. أشعر أنني على ما يرام بعد 5 أيام من تناول النودلز. يعتاد المرء عليها وتصبح جزءاً من روتينه اليومي. كل ما في الأمر أنني أحسست في اليوم الأول بالعطش وتناولت الكثير من الماء، وكنت أشعر لسبب ما أن النودلز مالحة للغاية. نحن الآن في منتصف التحدي، وأشعر أن تناول النودلز سريعة التحضير أصابني بالمرض. 5 أيام أخرى. نحن نعلم أن النودل سريعة التحضير ليست مفيدة لكم، لكن هناك بعض الأمور التي يمكنكم القيام بها لتحويل هذه الوجبة الرخيصة إلى وجبة صحية. النودل سريعة التحضير حافلة بالكربوهيدرات، فإن كان عليك تناول رزمة من النودل سريعة التحضير، استعمل اللحم والخضار كي تصبح وجبة كاملة. خيارات النودلز الصحية ليست أكثرها شعبية، لكن احتمالات تمتعها بالطعم المستساء قائمة. كيف حالك شيف إدريان؟ بخير. الرائحة لذيذة، ماذا نطهو اليوم؟ نصنع حساء النودلز الصحي بكرة السمك. أثرت فضولي، ما الذي يجعلها صحية؟ نحن نستعمل فيرمتسالي، الرز الأسمر. الرز فيرمتسالي الأسمر، القوام مختلف، أشعر بذلك، إنها أكثر صلابة بقليل. لا نكتفي بتقديم النودلز، فقد أعد الشيف بعض كرات السمك، وتتضمن المكونات البصل الأحمر والجزر والكزبرة ونجم المكونات السمك الطازج. وأخيراً وليس آخراً، لدينا حساء الخضار الصحي اللذيذ المصنوع من الكرافس والجزر والكرنب الطويل. أضف قليلاً من الملح والفلفل وزيت السمسم، وهذا كل شيء، أصبح العشاء جاهزاً. لذيذ للغاية، طعمه رائع، أفضل هذا القوام بصراحة. حسناً، لكن كما تعلم شيف، صوتي هنا لا أهمية له. دعوت 4 من أصدقائي الصغار، وسيكون الحكم لهم إن كانوا سيصوتون لحساء نودلز كرات السمك الصحي أم حساء نودلز كرات السمك التجاري الذي اعتادوا تناوله. الرجاء الانتباه، معي اليوم 4 أصدقاء صغار لطيفين، هل أنتم مستعدون لتحدي نودلز كرات السمك؟ ممتاز، معنوياتنا عالية، دعوني أقدمكم لرفاقي. هذه أشلي، ولدينا جابي، تيدي، لارن. أريد أن تبدأوا بالقدور ذات اللون الأحمر، وأريدكم بعد ذلك أن تخبروني بالقدر الذي فضلتموه. لدينا في القدر الأحمر نودلز فيرمسالي العادية وكرات لحم اشتريناها من المركز، وفي القدر الأصفر وضعنا نودلز الأرز الأسمر الصحي مع كرات السمك المنزلية والكثير من الخضار. هل أحببتموه؟ نعم. حسناً، فلنبدل. تناولتم القليل من القدرين الأحمر والأصفر، صحيح؟ نعم. أيها أحببت ولماذا؟ أحببت تلك التي في القدر الأحمر لأنني لا أحب الخضار كثيراً، والخضار هنا كثيرة. وماذا عن النودلز؟ هذا؟ إنه لذيذ، إنه لذيذ. إذن أحببت هذه النودلز أكثر. أجل، لكنك أحببت النودلز في القدر الأحمر. أجل، فضلت القدر الأصفر لأنني طفلة غريبة الأطوار تحب الخضار، ونكهته فيه أقوى. سيد تيدي، أحببت الحساء في هذا. أحببت الأحمر لأن مذاقه أطيب، لقد أحببته كثيرا. لدينا فائز، والفائز هو القدر الأحمر الذي يتضمن نودلز حساء كرات السمك التجاري، لكن المفاجأة هي أن الأطفال لم يعارضوا نودلز الأرز الأسمر، وهذا أمر جيد، أليس كذلك؟ هذا يعني أيها الآباء أنكم إن أردتم لهم أن يتناولوه فلا بأس، لا بأس في نودلز الأرز البني، صحيح؟ نعم. أجل؟ لكن عليكم إخفاء الخضار.
عشرة أيام على بداية تحدي النودلز سريعة التحضير، حيث تبرع ثلاثة شبان بتناول 20 رزمة من النودلز سريعة التحضير، وحان الوقت للإطمئنان عليهم. سيشن، كيف تشعر منذ المرة الأخيرة التي تحدثنا إليك؟ أنا لست بخير، أشعر بالتعب، أظن أنني فقدت بعض الوزن. سألتهم كمية كبيرة من الطعام الجيد بعد أن ننتهي. مروان، 20 رزمة من النودل سريعة التحضير، كيف حالك؟ لست أفضل حالا بكثير، متعب للغاية ولا أشعر بالرغبة في فعل أي شيء. أريد الذهاب إلى البيت والجلوس هناك. كان هذا صعبا وشاقا جدا. عندما التقيت بك للمرة الأولى لو، قلت أحب النودل سريعة التحضير، فكيف تشعر بعد 10 أيام؟ لا أزال أحبها، لكنني لن أتناول 20 رزمة في 10 أيام. لكن الفضول يساورني لمعرفة أحوالكم. ليس هناك الكثير مما يقال، إلا أن المزاج قد انقلب. ترون فإنه ليس لتناول كوب من النودل سريعة التحضير بين الحين والآخر من أثر كبير على صحتنا، لكن الإكثار منه واستخدامه كوجبة بديلة قد يتسبب بالتعب وبفقدان التركيز، كما يؤثر على المزاج العام. تناول النودلز بحذر. ستبقى مكانة النودلز مميزة في آسيا على الدوام، فأنواعها عديدة والمكونات الداخلة في تحضيرها كثيرة. تدخل المواد الحافظة في تركيب بعضها وتغيب عن بعضها الآخر، وعليك أن تقرأ ما هو مكتوب على الغلاف وتفهمه، لأن الأمر بالنسبة إلي على الأقل هو أني إن أردت أن أشعر بأني على ما يرام، فعلي أن أعلم ماذا آكل. إلى اللقاء. Thank you.